خير رياض. مساء النور. رياض وقع كل من رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني مرسوم إعفاء مدير عام الجمارك بدري ظاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، ولكن المرسوم بعده بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع نقل ظاهر إلى سجن داخل الجمارك. رياض، هل من سجن في الجمارك؟ قطعا لا، قطعا لا. أنا بعرف ليه، لأنه هني سبقوا. عم تسمعيني؟ نعم نعم رياض، تفضل. إيه قطعا لا، لأني أنا بعرف وسبقوا قعدت فيها لهي الأوضة اللي بيسموها سجن بمديرية الجمارك، وسبقوا حصل مسرحية من قبل لما توقف ضابط بالجمرك اسمه فاضي كآبي كنعان، وبعدين رجعوا عملوا منع محاكمة عليه، علما وقت المدعي العام مالي دعا عليه بقضية جدا حساسة ومهمة، وانحط بمسرحية وقتها بمديرية الجمارك. أنا بس بدك تسمحي لي، ما بقى بدي جامل وساير هون. خلص خلينا نقول للبنانيين بشكل واضح شو الأمور. هلا رئيس الجمهورية ما بده يوقعوا لهذا المرسوم غالبا، وإذا وقعوا رح يكون وقعوا تحت الضغط. وبالمناسبة وزير المال ورئيس الحكومة ما بعتوا هذا المرسوم إلا لأنه كنا عم نضغط عليهم وندق لهم كل يوم بيومه. هولي مش دولة، هو عصابة. لا بقى نتستر لما بيكون في جريمة بهذا الحجم، وآخر شيء بنشوفهم كيف عم بيحاولوا يتستروا على جماعتهم يلي كانوا عم بيلمولهم عن فور بيروت. خلي الأمور تنقال مثل ما هي. بدري ظاهر كان قاعد بالمناسبة كل وقت التحقيقات بنفس الغرفة هو شفيق مرعي، مشان شو ينسوا أجوبتهم مش هيك؟ هلا مهما طلعوا نفي ينفوا اللي بدهم إياه، الأمور واضحة والعالم كلها بتعرفها. عبد الحفيظ الأيسي بيطلب نقله على مخفر عين المريسي، بيوافق له عليه هذا الشيء فاضي الصوان. حضرة القاضي، إذا ما عندك ركب لتحقق قضية بهذا الحجم اتنحى، ما حدا جبرك تنحي بهلا تتحقق بهالقضية. لك شو هذا؟ لك شو هالبجاحة اللي عندكم هاي؟ لك شو هالقلة الحياة اللي عندكم هاي؟ في أكثر من 180 ضحية، وانتم مش معروف قديش عدد المفقودين، لانه ما بنصدق الارقام اللي عم بتقولوها. واخر شيء كل شيء بيطلع معكم انه عم تشوفوا كيف تتستروا على جماعتكم. العمى ما اوقحكم، لك العمى شو انكم بلا دم. صحيح انكم بلا دم. هلا بيطلع واحد بيقول لك مشكلتك شخصيه، لا مش مشكلتي شخصيه، عم بحكي عنهم كلياتهم. عم بقول لكم عبد الحفيظ الرئيسي بيطلب طلب نقله على مخفر عين المريسي، بيقوم بيوافقوا له على الطلب. وهلا بدري ظاهر بيجي بيقول لهم بدي نقلوني على المديريه، لانه انا لانه كمان لازم تعرفوا انه العميد سلوم اللي هو رئيس مخابرات فور بيروت كمان حطوه عند المخابرات. وشو هالمسخره هاي؟ هذا يعني كل واحد رجع على وكره. هذا هو التحقيق اللي نوثق فيه. لك عصابه انتم، عصابه عصابه والله العظيم. كانوا لما يسالوني من وسائل الاعلام الاجنبيه يقولوا لي هو شو؟ قول لهم ليكم من الاخر تاختصر عليكم الحكي، هولي رجال مافيا تم تعيينهم من قبل عصابات منتخبه ديمقراطيا. مساله انكم منتخبين ديمقراطيا لا يغير من حقيقه انكم عصابه لصوص وقتلة. طيب رياض، شو عم تعملوا؟ عم تاكدوا هذا الشيء رياض؟ يلي صار، يلي صار هلا هذه العمليه بموضوع نقل مثلا بدري ظاهر الى مكان عمله الى الجمارك وما الى ذلك، هل ممكن ان يكون هذا الامر تمهيدا بالنهايه اعلان براءته يعني مثلا من هذا الملف؟ رح تشوفيه مرفوع على الاكف. انا عم بقول لك رح تشوفيه مرفوع على الاكف. لشو رئيس الجمهوريه بعد ما وقعه؟ ليش عم بيماطلوا بالموضوع هالقد؟ المرسوم طلع من امتين؟ طلع المرسوم تقريبا من شي 20 يوم طلع المرسوم، ليه لهلا بعد ما توقع المرسوم وعم بيماطلوا فيه وعم نبعته بالبريد ومش عارف شو مدري شو؟ ومن هالك لمالك لقباد الرواح. نعم، لطوس وقتله. واذا ما عجبكم تشكوا عند القضاء يلي مبهورين فيه انتم. رياض، انت قلت انه انت فت عليه هيدا ما يسمى بالسجن بالجمارك، شو هو؟ عباره عن شو هذا؟ اوضه 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 كيف اي اوضه؟ اوضه فيها مكتب، وهذا اوضه منه سجن. ما عندهم سجن مديريه. لك يا عمي مش بس ما عندهم سجن، الروايه اللي بتضحك بوقتها انه ما هن تلبكوا فينا وقت ما طلعونا، صاروا بدهم يشيلونا. كانت حجتهم انه ما عندهم كلبشات كفايه، اما اخر شيء كلبجونا بعد ما اجت مخابرات بيروت. طبعا لانه كان بده يبيض وجههم وقتها. لما اجت مخابرات بيروت اجوا كلبجونا كل واحد كل اثنين بكلبشه وحده. عم بتحطهم بالسجن تبع مديريه الجمارك؟ مين بيحرسوا هيدا السجن؟ تحت حراسة مين ما يسمى الجمارك بالسجن؟ الجمارك بدي يحطوا بدري ظاهر تحت حراسة الجمارك، مثل ما حاطين العميد سلوم تحت حراسة المخابرات. لك شو هالمسخرة هاي؟ لك يا عمي وين في دولة بتحترم نفسها بتعمل هيك؟ ولا خلص طقشرش الحياة عندهم هول جماعة؟ كل هيدا الدم، كل هيدا الدمار اللي صار ما فرقانة معهم، بعدهم لهلا عم يفكروا كيف يحموا جماعتهم يلي كانوا عم بيلمولهم على فور بيروت. خليها تكون واضحة وتنقال للبنانيين مثل ما هي، هولي كانوا عم بيلمولهم على فور بيروت.
عم بيلمولن لجايبتهم الخاصة. طب ليش رئيس الجمهورية بعد ما وقع؟ ليه رئيس الجمهورية بعد ما وقع برأيك؟ والله سألوه، كلنا اليوم عم نسأله، سألوا الزميل هادي الأمين ل ما بعرف شو المنصب تعوله يعني، بس المسؤول الإعلامي بالقصر، قال له بكره برجع لك شو الديوان لشوف إذا توقعت ولا وصلت ولا لا، أو شفنا هلا إنه الكل موقعين عليها ما عدا رئيس الجمهورية. عم يشتروا وقت يا عمي، هول الجماعة وقحين لدرجة إنه بآخر حلقة كشفنا سميناه الجانب المظلم من الثروة العقارية لبدري ظاهر، كيف إنه بدري ظاهر عطيه واحد، عطيه تاجر حديد، عطيه شقة مسجلة ب 200 ألف دولار، هي حق أكثر من 200 ألف دولار أكثر من هيك. كان السخافة عندهم لدرجة إنه آخر شيء بيجوا بحطوا لنا عنده كوخ بضيعته، قال قصر بدري ظاهر، إنه تخيل شوف قلة العقل والولدنة والصبيانية بالرد على أمور وحقائق هالقد دامغة وواقعة، بدل ما يردوا على هاي النقطة، كيف إنه في تاجر حديد كبير بلبنان نيم له مخالفة بدري ظاهر بقيمة 100 مليون ليرة، عاطيه شقة بأكثر من 200 ألف دولار، بدل ما يردوا على هالحقائق شو عملوا؟ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الجمركية شو بيعمل؟ بيطلع لنا قال الكوخ العرزال اللي عنده بالضيعة تاعيته، بيقول لنا تحت منا قصر بدري ظاهر. والله يا عمي والله واحد شي بيقرف وحياة، إنه شو بدي أقول الواحد؟ شي بيقرف إنه جريمة بهذا الحجم، دمار بهذا الحجم، ما هممهم من هذا الموضوع كلياته الا انه يلا عال ورا هالجريمه اجت فرنسا وهلا عملت لنا حكومه جديده وبنقدر نفوت لنا قرشين على البلد، هاي هي الحقيقه، ما هممهم شيء ثاني، وانه يلا اللبنانيين بينسوا وبعد فتره بنطلعهم من الحبس هولي بهالطريقه على المعز. استروا ما شفتوا منا. اوكي. استروا ما شفتوا منا. وحين 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 والله وحين. للاسف. شكرا كثير لك رياض قبيسي، واكيد يعني خلينا نوعد الناس بمزيد من الفضل. لا ما بوعد، انا بقول لك صراحه شغلي سمر، انا عن جد اخذ كنت اجازه وما عندك يعني. لا ممنوع تاخذ اجازه، احنا كصحفيين عملنا شغلنا، هلا شغل الناس، اذا الناس ما نزلت وحاصرت بيوتهم اوكي، وحاصرت بيته للقاضي فاضي سوين للي سمح بانه يفرج عن القتله اوكي، يفرج عنهم ويحطهم مطرح ما هن بدهم، معناتها الناس تتحمل مسؤوليه شو بصير. انا ما فينا نعمل كل شيء نحن، سوري نحن نشتغل شغلنا كصحفيين، من هنيكم الرايح حاصروا منازل حماه القتله، نقطه على السطر في اخر الجمله. شكرا لك زميل رياض بيسي على هذه المداخله.